السلام عليكم أستاذة. اليوم بقرأ درس عمان يجوب البحار. كان عمان يحلم أن يمتلك قاربا صغيرا له شراع أبيض. كان يجلس على الشاطئ ويراقب البحار والسفن ويحلم يسافر إلى بلدان بعيدة. لدى مساء كان عمار في غرفته يقرأ قصة عن مغامرات بحارة، ثم وضع الكتاب جانبا وأخذ يصنع قاربا من